رجل يقول: هل يجوز شرعا لزوج ابنتي أن يدخل بيتي ويجلس مع أمها في حالة حضوري أو غيابي عن البيت، علما بأنه يوجد خلاف شديد ونزاع مستمر داخل الأسرة بسبب هذا الموضوع؟ وجود المرأة مع زوج ابنتها في مكان خال بدون وجود محرم أو طرف ثالث أمر جائز شرعا، لأنه من المحارم، أي من يحرم التناكح بينهما، فهي بمنزلة أمه وهو بمنزلة ابنها. قال تعالى في المحرمات من النساء: وأمهات نسائكم. والحديث الشريف يقول: لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا، أي زوجا أو ذا محرم، رواه مسلم. ويقول: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، رواه البخاري ومسلم. فإذا أحس الزوج أن هناك ريبة في هذه الخلوة كان على المرأة أن تستجيب لرغبة زوجها وأن تمتنع عن الخلوة مع زوج بنتها، على الرغم من أن ذلك حلال، وبخاصة إذا كان في المرأة ما يغري وكان زوج بنتها شابا لا يستطيع أن يقف عند حده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله، رواه ابن ماجه. ويقول: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان، رواه ابن ماجه وابن حبان والترمذي وحسنه، والله أعلم.